بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج طبعت المشاهد، وإلى أبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام من مالي واحد. وزارة الإعلام تحتفي بإعلان رياض عاصمة للإعلام العربي، ووزير الإعلام يؤكد أن رياض بيت العرب ومركز الحوار والقرار. التفاؤل يعم الأوساط الاقتصادية بانتظار إعلان الميزانية العامة للدولة وسط ترقب محلي ودولي. مشاهدينا، حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين والموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية. مشاهدينا، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الإعلامي خالد الخضري، حياك الله. أهلا وسهلا. هلا بك. وأيضا مشاهدينا ضيفي من أبها البهية الإعلامي سعيد آل ميلس، حياك الله. يا هلا وسهلا أستاذ أبو دور وبضيفك الكريم وجميع المشاهدين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ خالد، وش رأيك بهذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين؟ طبعا يعني هي بشرة جميلة جدا، والآن خطوة حلوة جدا، يعني نبارك للمواطنين يعني هذه الخطوة التي تمت، هي بوادر جيدة للتهيئة أيضا للميزانية والحديث عن الميزانية التي يتوقع إعلانها خلال ساعات الآن. طبعا بلا شك أن يعني الدولة يعني رشيدة حريصة على كل ما يعني يهم المواطن من خلال الحماية الاجتماعية، ومنظومة الحماية الاجتماعية تعمل في هذا الاتجاه بشكل كبير. الآن لما تم الموافقة أو استمرار اللي هي المعيشة 1000 ريال الخاص بالمعيشة طبعا، و500 ريال غلاء المعيشة بالنسبة للمتقاعدين وما إلى ذلك، يعني هذا أمر يدل ويؤكد على يعني تلمس حاجات المواطنين، اهتمام الدولة في هذا الجانب بالذات مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العالم ككل يعني. نعم. وما يعيش الآن الاقتصاد من يعني غلاء واضح وكبير خلال هذه الفترة، فهذا التلمس يعكس مدى اهتمام الدولة الرشيدة بكل ما يخص بكل ما يتعلق بالمواطن. نعم. والحرص على يعني أن يعيش المواطن في رغد عيش. صحيح. أن يستمر في يعني النماء بشكل مستمر ودائم. نعم. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه في هذا القرار نلاحظ كيف أن الحكومة الرشيدة يعني تدرس جوانب كثيرة تتعلق بما يخص المواطن في 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 فيما يتعلق بحياته اليومية. نعم. ومعاشه. نعم. وما إلى ذلك. فأيضا كان هناك أيضا توقع كبير من المواطنين فيما يخص غلاء المعيشة تحديدا أن تستمر، وهي نعم. هي الآن تستمر، وربما يكون هناك يعني تنظيم آخر لها بعد عام، قد يحدث هذا، لكن في الآخر الأمر هذا مرتبط ارتباط كلي برؤية المملكة 2030 التي تعمل على النماء الاقتصادي. نعم. بالدرجة الأولى وتحريك الاقتصاد السعودي بصورة كبيرة. جميل. وتنمية الاقتصاد السعودي وإتاحة. نعم. مجالات كبيرة للاقتصاد السعودي في أن يعني لا يقتصر فقط على الجانب النفطي فقط، وإنما يكون هناك مصادر كثيرة تتعلق القادم أكيد وهو مقطوع حديثك. لكن أستاذ. نعم. سعيد، يأمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام، كيف ترى حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين؟ بلا شك أستاذ بدور أنه كان متوقع مثل هذا الملف أن يحسم، خصوصا أنه مسببات مثل هذا القرار قبل سنة تقريبا لا زالت قائمة، ارتفاع مثلا في تعرفة الكهرباء، أسعار الوقود،
مصاريف الحياة اليومية لا زالت في وضعها السابق، فكان هذا متوقع أنه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أن يأمر بصرف بدل غلاء المعيشة، أولا لمساعدة المواطنين بشكل عام في تحمل أعباء الحياة اليومية. الأمر الآخر لها جانب اقتصادي فيما يخص الحركة الشرائية والتجارية، تضمن عدم تأثر هذه الأسر من 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 الصرف اليومي، والحركة التجارية مستمرة على وضعها السابق، وبذلك الخط الاقتصادي يبقى في توازنه السابق. كانت يعني متوقع أنها تكون بعد الميزانية، كان في يعني تسبيق لهذا الخبر وإصدارها قبل صدور الميزانية بشكل رسمي، أكيد له ردة فعل جميلة ورائعة، وإحنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية يعني تعابير فرح وعرفان وشكر للقيادة الرشيدة بهذا الأمر. نأمل ونسأل الله أن يعني تختم برضو أيضا الميزانية هذا اليوم بارتفاع عالي، وهذا يعني متوقع من المؤشرات السابقة أن بإذن الله تكون ميزانية غير مسبوقة لهذا البلد. نعم جميل. أستاذ خالد، كيف تتوقع ردود أفعال المواطنين تجاه هذه المكرمة الجميلة من خادم الحرمين الشريفين؟ يعني أنا كمتابع لمست هذا الأمر منذ أيام، يعني نعم. فعلا كان هناك توقع فعلي أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب، يعني وأن تستمر هذه المكرمة الملكية، وفعلا هذه الانطباعات موجودة عند المواطنين بصورة كبيرة، يدرك المواطن مدى اهتمام الدولة بكل شؤون حياته المتعلقة بشؤون حياته، بالذات فيما يتعلق بالمعيشة، يعني نعم. للمعيشة هي أساس يعني فيما يتعلق بالدفع بمسيرة الإنسان في حياته اليومية الآن. صحيح. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي بشارة خير، يعني أنا الآن قبل دقائق فقط لمست على السوشيال ميديا وعلى الواتساب تحديدا كيف الفرحة اللي عامة المجتمع، الفرحة الكبيرة اللي حصلت، الردود الفعل الجميلة جدا. صحيح. التي حصلت من كثيرين، يعني بدأوا يتناقلون مثلا التويتر، الإعلان اللي تم في تويتر طبعا، وبدأوا يتناقلونها عبر الحسابات السوشيال ميديا المختلفة. نعم. فهذه تعكس مدى الانطباعات الجيدة في هذا الجانب، وتعكس مدى الارتياح الكبير الذي يعيشه المواطن السعودي بهذا القرار المهم. يعني جميل جدا. مشاهدينا، انتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث خطت المملكة بشكل ثابت نحو المزيد من الريادة والطموح الذي يصل لعنان السماء، ليكون إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي تتويجا لجهود المملكة وتقدمها المستمر في الإعلام الحديث الذي يواكب التطورات التكنولوجية والعملية، وذلك من خلال شعار يعكس هوية الرياض كمدينة ضاربة في عمق الزمن تجمع ما بين العراقة والأصالة التاريخية. أقول عن الرياض مثلا، بعد ما فهمت الأمور يعني أولا صح ميزت الأمور وأنا صغير، لا أذكر في الرياض شارع مسافة إطلاقا، لا أذكر بيت واحد باسمة مسلح إطلاقا. كانت الرياض عبارة عن مدينة محاطة بسور وأكرم وقوة الفميري والدري والدخنة وغيرها، قوة عديدة وأنا ما أحب أتوسع بس أعطي أمثلة. محاطة بسور، أنا واثق إن شاء الله تماما من مستقبل الرياض كمدينة. لماذا؟ لأنه الآن وضعت كل الأساسات والأسس لتجعلها في المستقبل مدينة نموذجية حديثة. أم العوام سميتيه وانت شي طربا، انت الدروب وانت النجم للساري. الله زانك امجادا وانوية، رياض فخر ونعمة وانت شي
أستاذ سعيد، إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي، ما أهمية الرياض في العالم العربي كعاصمة حافلة بالحراك والأحداث؟ هو تتويج مستحق للإعلام السعودي أولا، ومن ثم للإعلام العربي، أن تكون الرياض هي واجهة الإعلام العربي وحاضنة الإعلام العربي لعدة مؤشرات. يعني كانت متوقعة الإعلام السعودي إعلام متزن، إعلام لا يعني لا 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 يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والقريبة والبعيدة. حتى الإعلام السعودي رسم له خط من القيادة الرشيدة أنه يجب أن يكون إعلام إيجابي، إعلام حتى وإن انتقد فيكون لبعض السلبيات لتصحيحها وتطويرها. البعض في المجال الآخر قد يعني يكون له وجهة نظر أنه الإعلام السعودي أو الإعلام الخارجي للمملكة لا زال يحتاج العمل الكثير، ولكن كمؤشرات استحقت المملكة هذا التتويج، ونأمل بإذن الله أن يكون يواكب مثل هذه التتويج عطاءات أخرى في الإعلام السعودي من ناحية التطوير ومن ناحية إعطاء الثقة بشكل أكبر في عدد من الاتجاهات. أنا لفت نظري في كلمة الوزير اللي هو رقمنة الإعلام، وأعتقد أنه هذا هو المستقبل القادم. يعني كلمة وزير الإعلام حدد وحرص على كلمة الانتقال للمجال الرقمي، وهذا مؤشر أنه غير مباشر أنه الإعلام التقليدي قد لا يكون للسنوات القادمة موجود على جميع المؤسسات، الصحف، القنوات. العمل في هذا المجال، تطوير أدواتها في مجال الإعلام الرقمي، ولا يستغرب قد يكون في السنوات القادمة يعني تطور معين لا يكون متوقع حاليا، أنه مثلا انتهاء الورق، انتهاء الإعلام المرئي بشكله الحالي، قد يكون قنوات متنقلة تلفزيونية حتى على عن طريق الجوالات. نسأل الله أن يكون يعني هذه بادرة خير لأمور مقبلة. ممكن ولا مقطوع حديثك اللي يقدم البرامج ريبورتات تكون ممكن ومع عصر المذيعين والمذيعات، ما عاد نشوفك يا أستاذة بدوق. ممكن حتى على مستقبلي. ممكن تستغنون عن الضيوف حتى يكونون برضو روبوتات. لا عاد الضيوف ما نقدر نستغنى عنهم، لكن ممكن المذيعين والمذيعات يستغنون عنهم. طبعا هذا يشكل خطر على مستقبلنا الإعلامي. أستاذ خالد، ما مدى انعكاس اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، وماذا عن الثقل الذي تمثله الرياض وتأثيرها على الرأي العام؟ يعني أنا سعدت أولا بالتقرير اللي شفته الآن. جميل جدا. طبعا الملك يحفظه الله الرياض في قلبه، يعني منذ أن كان يعني لسنوات أميرا للرياض طبعا، وصنع الرياض، هو صنع الرياض صناعة، خلق تغيير غير عادي. يعني صحيح. لما نشوفنا مثلا اللقاء اللي كان مع الملك يحفظه الله قبل سنوات، لاحظنا يعني أنه كان هناك استراتيجية لصناعة العاصمة، استراتيجية مهمة. طبعا الملك الله يحفظه الوطن كله في قلبه، لكن الرياض كعاصمة لها خصوصية خاصة. صحيح. بهذا الجانب، فلهذا الرياض الآن تمثل يعني عاصمة متقدمة جدا في كل النواحي، في كل النواحي. ولهذا صناعة الإعلام في المملكة أيضا هي متقدمة جدا، وهي ذات مهنية عالية. يعني هناك دراسة للدكتور خالد الأحمري متخصصة في المجال الإعلامي تقول أنه الحيادية والموضوعية من ضمن الميزات التي يمتاز بها الإعلام السعودي فيما يتعلق بالأخبار التي تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية. اتجاه الأخبار المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية. وكذا من التي تبث من قبل الدول أو الدول الأخرى عموما. يعني فهذا يؤكد على حرص الإعلام السعودي على الموضوعية، وحرص الإعلام السعودي على الحيادية قدر المستطاع. طبعا هذه نسبية مهما كانت، لكن أيضا أتطرق لقضية الذي ذكرها الزميل، أيضا قضية التحول إلى الرقمنة. وهذا موضوع مهم جدا، لأنه اليوم في تسارع كبير
فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني عموما والإعلام الجديد بكل أنواع وأشكاله، الإعلام المرتبط بالسوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا تعتبر نقلة غير عادية، السوشيال ميديا والتطبيقات، صحيح، هذا الجزئين مهمة في حياة الإنسان بس بشكل غير عادي. وفعلا الإعلام التقليدي هو يعني مصيره إلى الزوال، مصيره إلى الزوال. إحنا لمسنا الآن كيف استطاعت السوشيال ميديا بمنصاتها المختلفة مثل تويتر وغيرها أن تؤثر على الإعلام الورقي. صحيح. يعني الإعلام الورقي الآن بدأ فعلا يتأثر بصورة كبيرة، يعني يعيش الإعلام الورقي على المعلن. الآن المعلن بدأ يعني يتجه تجاه مثلا اليوتيوب، مثلا تجاه الإعلان عبر تويتر إلى آخره. فلهذا سحب يعني حجم كبير من الإعلان، انسحب من حصة الصحف الورقية. الصحف الورقية الآن بدأت تتضاءل تتقلص بصورة كبيرة، وأيضا هذا ما يتوقع أن يحدث أيضا الإعلام التقليدي التلفزيوني. ومحور حديثك أستاذ سعيد، هل فعلا ذكر قبل شوية أستاذ خالد بأن هناك خطر على الإعلام المرئي، بالمرئي والمكتوب والمسموع، وخاصة المكتوب الصحف الورقية، هل فعلا هناك خطر؟ بلا شك هو واضح حتى يعني للمعايشين الوضع الإعلام الورقي يعيشون مثل بوادر هذه الأزمة، بل أن بعض الصحف يعني عاشت الأزمة وأغلقت ولم تستطع يعني المواكبة والصدور بشكل يومي، مصاريف الطباعة، مصاريف الكادر الوظيفي، مصاريف المباني، أحيانا بعضها مباني مستأجرة، وبالتالي هذه الصحف يعني من سنة أو سنتين في كذا صحيفة غابت عن الصدور بشكل يومي. الإعلام الورقي نعم هو يعاني لأنه معتمد بشكل كبير على المعلن، والمعلن وجد له مجالات أخرى أكثر وصول وممكن أقل في التكلفة المادية، وبالتالي هي ينظر لها من زاوية تجارية بغض النظر هل هو في صحيفة ورقية أو إلكترونية أو حتى في مواقع السناب شات وتويتر هو ينظر لها من زاوية تجارية بحتة. نعم. الصحف تحتاج بأمانة نظرة من الوزارة، إما تطويرها نعم. يعني ونقلها المجال الرقمي، أو الدعم المادي لتغطية المصاريف اليومية. أستاذ خالد عنده اعتراض على هذا الكلام. لا يمكن، أنا من وجهة نظري لا يمكن، لا يمكن إطلاقا معالجة الصحف، لأن الصحف زمن مضى. يعني أنت مثلا لما كنت يعني تركب وسائل مواصلات تقليدية، نعم، حيوانات وكذا إلى آخره، واليوم تركب طيارات وسيارات، هذا الزمن انتهى تمام، زمن الصحف والورقي انتهى تمام. تمام. ننتقل مشاهدينا إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث تتجه أنظار العالم إلى المملكة اليوم، حيث سيتم الكشف عن ميزانية 2019 التي ستكون الأضخم في تاريخ المملكة بحسب ما أكدته تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا. ولا ينسى السعوديون والمستثمرون الذين يترقبون موعد الإعلان عن ميزانية العام 2019 بفارغ الصبر موازنات سنوات الخير والإنجازات والتنمية منذ أيام الملك المؤسس وصولا إلى العام المالي الحالي الذي حقق فائضا بعيدا عن قطاع النفط. أستاذ سعيد، ما أبرز ما يميز ميزانية عام 2019 عن غيرها؟ هي لم تصدر بشكل رسمي للآن، لكن هي ما صدرت لكن تترقب الأنظار. إيه نعم، اليوم اي نعم اي نعم، المتوقع انها بتكون بمؤشرات عالية جدا في مجال الإيرادات الغير نفطية، يعني متحسنة بشكل كبير جدا. الاعتماد على النفط البترول بيكون اقل بكثير من السنوات الماضية، بيكون لها اثر كبير في التنمية، يعني سيرصد لها ميزانيات أعتقد غير مسبوقة. الإعلام السعودي سيكون له أكيد يعني ترتيب معين، احنا شفنا الفترة الماضية كان الإعلام السعودي يعني يحتاج دعم أكبر، صوت أقوى لمواجهة الحملات اللي تواجه المملكة في الفترة الأخيرة، وأنا متوقع أنه ممكن تتزايد كلما ارتفع مستوى التنمية في المملكة وكلما اقتربنا من رؤية 2030، نتوقع أنه ممكن يكون في حملات
إعلامية من بعض الدول اللي ما تتمنى وصول المملكة إلى 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 الرؤية بشكلها المخطط له، مجالات التعليم، مجالات الطاقة، يعني بشكل كبير سيكون، أعتقد أنه سيكون التركيز عليها في الميزانية القادمة بإذن الله. نعم أستاذ خالد، قبل الإعلان عن الميزانية اليوم كيف تبدو لك الصورة الآن؟ أنا تبدو لي الصورة أنه فعلا ميزانية بتكون مختلفة، كل التكهنات والأطروحات تتعلق أو تطرح هناك ميزانية تريليونية طبعا. نعم. هذه هي ضربة قوية لكل المشككين في قوة الاقتصاد السعودي. الاقتصاد صحيح. السعودي قوي ومتين جدا. الآن اليوم الاقتصاد السعودي يختلف كليا عن مراحل سابقة، لأنه فعلا زي ما ذكرنا وتكلمنا وتكلم الكثيرين عن أنه ليس هناك اعتماد كلي على النفط. هذه نعم. محك مهم ويعني محور مختلف كليا عما كان عليه في السابق. نعم. الاعتماد على دخول أخرى هذا يعزز قوة الاقتصاد السعودي، متان الاقتصاد السعودي، قدرة السياسة الحكيمة على أنها تتصرف في اتجاهات مختلفة. كل هذا معتمد على الرؤية، رؤية صحيح. المملكة 2030. لأن رؤية المملكة 2030 في الأساس هي اقتصادية بالدرجة الأولى. نعم. ولهذا درست وضع الاقتصاد السعودي وأسست لرؤية ثاقبة ورؤية استراتيجية معتمدة على دراسات نعم. استراتيجية مستقبلية لتأسيس اقتصاد سعودي مختلف عما كان عليه في السابق ومتين وقوي جميل. جدا يعني. ننتقل مشاهدينا إلى رابع ملفاتنا الصحفية، حيث وافق أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين على جدول الأعمال التي تم مناقشتها مع الأعضاء يوم أمس، والتي اشتملت على تغيير مسمى هيئة الصحفيين السعوديين إلى اتحاد الصحفيين السعوديين. كما أقرت الجمعية العمومية للهيئة الموازنة المالية لعام 2019 واعتماد ميثاق شرف الصحفيين واستثمار 70% من موجودات الهيئة. أستاذ سعيد، تقييمك لعمل وأداء هيئة الصحفيين من خلال رصدهم للصحف لاجتماع الجمعية العمومية للهيئة. الواقع شيء والطموح شيء آخر. احنا هيئة الصحفيين بأمانة لازال الإعلاميين السعوديين والصحفيين السعوديين يعني يتوقعون منها الكثير. التحول إلى اتحاد أو البقاء هيئة، أنا أشوف إنه الكلام على الـ على الـ على المخرجات، يعني بغض النظر هل بقيت هيئة أو صار اتحاد أو اللي يكون، ماذا ستقدم هذه الهيئة؟ إحنا شفنا أكثر من مجلس سابق حضروا واجتمعوا لمدة 4 سنوات وغادروا أماكنهم يعني بدون أي بصمة تذكر. المجلس الحالي يعني يعتمد في أغلبه على الشباب، على الجيل الجديد بعد ما تركوا الأجيال السابقة المنصب هذا، يعني منصب الرئاسة والنائب. نعم. لأسماء جديدة نتمنى منهم التغيير، نتمنى منهم عمل نقلة للإعلام السعودي، للصحفي السعودي. يكون الصحفي أحيانا يكون لديه جهة يلجأ لها في أي أزمة، في أي مشكلة، مع أنه رؤساء التحرير هم من يديرون. نعم. الاتحاد، فما أنا أشوف أنه بعض أحيانا حتى الصحفيين ما يجدون مخرج. أنا مثلا أشتكي مثلا رئيس تحرير أو مسؤول في الصحيفة. نعم. لرئيس التحرير اللي هو موجود في الاتحاد وفي الهيئة، يعني أنا أشوف رؤيتها تحتاج تطوير أكثر. أستاذ خالد، هيئة الصحفيين غيرت مسماها من هيئة إلى اتحاد، وش الفرق ما بين هذه وما بين الهيئة والاتحاد؟ هل هذا شيء ينعكس على العمل؟ هو المسمى يعني مو هو مشكلة، يعني شكلي؟ أنا أعتبره شكلي، لأنه زي ما قال زميلنا لابد أن الاتحاد هذا أو الهيئة سميها ما شئتي أن تكون مستقلة تماما، لابد أن تكون مستقلة عن القيادات التي تتولاها، يعني بمعنى أو آخر أن تكون حامية للصحفيين أنفسهم، حامية. نعم. حقوق الصحفيين. لا يتم ذلك من خلال وجود القيادات كرؤساء تحرير على هذه الهيئة. ولهذا أنا أعتقد أنه الفترة اللي مضت يعني أكدت الوضع والاجتماعات اللي صارت والإلى آخره أنه ليس هناك يعني نتائج من خلال ما تقوم به الهيئة لما كان مسماها هيئة في السابق. نعم. ما في نتائج، ما في شيء ملموس تستطيع أنك تلمسه
له يعني تغييرات ذات فائدة, ذات فائدة على الصحفيين أنفسهم. نعم يعني هي تغييرات شكلية لا قيمة لها. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية لقائنا فيكم اليوم, وفي الختام أشكر ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ خالد الخضري, شكرا لك. شكرا جزيلا, يعطيك العافية. وأيضا مشاهدينا ضيفي من أبها البهية الأستاذ الإعلامي سعيد الميلس, شكرا لك. شكرا أستاذ بدور. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة, أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء.